دراسة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط عن ارتفاع نسبة التهديدات والتحرش اللي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت بنسبة 360% زيادة في الصور الجنسية التي يلتقطها الأطفال لأنفسهم. وش رأيك في هذه النسبة؟ النسبة مخيفة ومتعبة نفسياً لما تتخيل أنه أطفال بريئين قد يتعرضون لمثل هذا الضغط الشديد لدرجة أنه يتم ابتزازهم بصور جنسية لهم أو يتم ابتزازهم عاطفياً. إحنا نعرف في شيء اسمه الهندسة الاجتماعية يتم من خلالها السيطرة على الضحية سواء كان طفل أو أكبر، لكن إحنا نتكلم هنا عن الأطفال يدخلون عليه بقصة معينة لدرجة أنه في بعض القصص مثلاً يقول له أنت تخاف على أبوك، تحب أبوك وأمك، أنا راح مثلاً أقتلهم أو أنك تنفذ لي شيء، أنه يلا صور الصور هذه مثلاً. المشكلة هنا فيه فراغ كبير في الحوار ما بين الأب والأم والطفل، فبالتالي يفترض أن الطفل لما يكون في الأمر هذا يجي يشكي لأبوه وأمه، بس هو يخاف فما راح يحكي لهم. ليش يخاف؟ لأنه الحوار منقطع، مسألة الأمان منقطعة، الطفل ما هو يحس بالأمان، يحس أنه هو الغلطان، يحس أنه هو الغلطان، ولو قال لهم ممكن تصير مصيبة، ممكن يضربونه، ممكن، فبالتالي يرضخ للمبتز. بينما المصيبة الحقيقية أنهم وصلوا للألعاب لأنها أونلاين عبر الإنترنت، وبالتالي أنت ممكن تلعب مع أشخاص وتتواصل معهم بالصوت وأنت ما تعرف مين هم.